ابني وين رفعت هذا؟ شايف ما في حدا؟ ما في حدا برا؟ ما في حدا منو؟ انت ما عزمت كل شباب الحارة؟ اي والله يا ابي عزمتهم كلهم. يا باطل مين بده ياخذك الحمام؟ شلون بدك تروح وتجي بالعراضة؟ لكن هي اختك وابنها ما خلت حدا يجي لعنا. ولك يا حرمة قيمك من اختي وابنها شو دخلهم بهالقصة؟ يا ابي بجوز راحوا لعند نصري. نصري؟ شو بدهم يروحوا يعملوا عند نصري؟ ما نصري كمان عرسه اليوم يا ابي. هلا شباب الحارة بدهم يتركونا ويروحوا لعند نصري؟ ليش مين هو نصري لحتى شباب الحارة يفضلوا عليك؟ لا لا القصة فيها إنا. وشلون نصري بيعمل عرسه اليوم؟ ليش انت مالك قايل له انه اليوم عرسه؟ والله ما بعرف يا ابي شو بعرفني. والعقيد ابو ادهم عزمته؟ اي والله يا ابي هو كل شباب الحارة، بس هذا نصري مو بكون اجيره للعقيد، فبجوز ما قدر يتركه ويجي لعنا. لا حول ولا قوة الا بالله. شو المصيبة هاي؟ وشو العمل هلا؟ حاجة بكفي انا لازم امشي. لا عيب روم هون على الحمام. عادي بكفي والله ما عندي نفس. بس روح على الحمام انت بتروح. هلا ام نصري وابنها صار لهم طنه ورنه وصارت العالم تروح لعندهم. اهن كانوا يشحدوا لقمتهم من العالم، ان احنا مفضلين عليهم وعلى اللي خلفوهم. لازم نروح نشوف العقيد ابو ادهم خلي لاقي حل المشكله. كرمالك يا عيوني كرمالك تقبريني، يبعت لي حم عليك ولي على قامتي. يا ريتني مت يا عمتي ولا شفتك عم تبكي بيوم عرسك. تقبريني خلص مسح دموعك، ما بدنا حدا يشتلق علينا. الله يرضى عليك. بايادير 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 ما تربح الا صبية ما تربح الا صبية ما يربح الا الغلاب ما يربح الا الغلاب. عقيد معقولة ما حدا اجى لعنا من الشباب منوب؟ انت بترضاها عقيد بترضاها؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو صفوان. نصري عزم شباب الحارة ولبوا العزيمة، ما فيني اقول له روحوا لهون وتعالوا هون. طيب وهلا شو الحل؟ ما بعرف. بمعيتك عقيد بركي بيجي شوية من هالشباب لعنا على البيت. والله بدك تأسرنا يا أبو صفوان، الشباب ما حدا منهم حيرضى يروح على عرس أبو وضاح مو معزوم عليه. لين الحكي عقيد؟ مين قال لك مو معزوم أبو وضاح؟ هو بذات نفسه. لك يا رجال أبو وضاح كبير الحارة، ما في عرس بيصير بالشام ولا برات الشام إلا بنعزم عليه. هلا بدك الشباب يروحوا على عرس كبيرهم مو معزوم عليه؟ لك يا عقيد الله وكيلك قلت له لصفوان يعزمه عزيم عمك أبو وضاح، بس بركي نسي. شو هالسلبة هاي؟ شو نسي ما نسي؟ المختار بينتسى يا أبو صفوان. بعدين مين هو صفوان لينسى أبو وضاح؟ الأصول أنت تروح تعزمه صح ولا لا؟ بعدين ما صار شيء. إذا بدك يصير له عراضة روح جيبه بيعملوا له عراضة هو ونصري وبياخذوهن على الحمام بحممون وعلى بيت أبو شومان بحلولهن. شو هالحكي عقيد؟ معقولة يعني ابني يجي يروح على الحمام بمعية نصري ويروح يقص شعره عند أبو شومان؟ ليش أبو نصري يا أبو صفوان؟ مو ابن الحارة؟ مو بني آدم؟ بلا بس يعني بس شو؟ أخي اللي عندي قلته عقلك براسك بتعرف خلاص. خلص عقيد خلص بجيبه لهون. عجل لكان قبل ما تروح العراضة رح أخرهم كرمال. خلص عقيد كلامك فوق راسنا. الله معك خليه يجيب بقشته معه. ماشي ماشي طول عمري عم استنى الساعة لشوف عراضة صفوان على باب بيتنا وشوف هالشباب حاملينه وعم بيغنونه. بالاخير نحرم منها. هي اخرتها عرس صفوان يصير معية نصري. الحق علي انا ما خليته يعزم ابو وطه. يا مو شو بدك؟ يو ليش عم تبكي؟ ما في شيء. يعني يا مو ما حلك تنسي؟ شو بدي انسى؟ بعرف انت زعلانه لان هديك المره عمتي ام وضاح عملت لك قتله. روحي من وشي ولي روحي من وشي. شو يعني ما حدا غيرك اكل قتله؟ روحي من وشي ولي روحي من
وشي بعد لك حفلة تسلك سلك. عجبك هيك؟ شرفتي؟ عجبتك طلعت ابنك هيك؟ بهدلتينا وضغرتينا قدام العالم. حاجي حاجي والله راسي ورد، ما عاد فيني اتحملكم، جننتوني انت وولادا. جننناكي؟ ولك حدا يا فهمانة بيعمل عرس وما بيعزم المختار؟ 60 عمره ب60 جهنم ما ينعزم. على اساس هو كتير فارقة معه يعني. مين اللي خسران، نحن ولا هو؟ نحن اللي خسرنا، ابنك صفوان اللي خسر، لكن هي طلعة. طيب روح روح اعزمه وخلصنا. رحت لحتى اعزمه، وبدال ما كحلها قمت عميتها. قلت له صفوان ما عزمك لانه لساته اخذ على خاطره من وضاح، ومشان هيك انا جيت بذات نفسي لحتى اعزمك. ايه وشو قال له؟ شو بده يقول لي؟ قال لي روح عمي روح، انتو لا بينعتب عليكم ولا بينزعل منكم. على كل الاحوال انا من امبارح معزوم على عرس نصري، واذا قضيت بجي. عجبك على الكلام اللي سمعني اياه؟ خلاص تاكل شي هيك الله راد. سميحة بدي أمنك أمانة. شو؟ بتسلميلي على وضح، بتقليله رويدة بتقلك، إذا ما رح كون إلك ما رح كون لغيرك. رويدة مثل ما لي عم قلك، بتقليله إذا صار لي شي، إذا صار لي شي بيزرع ياسمين على قبري وبيسقيها كل ما شاف عطشانه. بعيد الشر عن قلبك، ليش عم تحكي هيك؟ بعدين انت هلا صرتي على ذمة صفوان، وبعد شوي رح تكوني ببيته. يلا يا بنات، لك هلا وقت البكاء والدموع. لك حبيبتي انت لازم تكوني هلا فرحانه، هذا اليوم اللي بتحلم فيه كل بنت. بعدين عدم المؤاخذه، انت مو رايحه لبلد تانية ولا لحاره تانية، انت طالعه من بيت ابوكي لبيت ابن عمك، مو هيك سميحه ولا انا غلطانه؟ بلا هيك. عجبك هيك؟ هي نزعتي الكحلة لنادي الماشطة تساوي لك ياها مرة تانية قبل ما تروح. أنا أم صفوان ما نزل عروسة ابني من على الأسكي مثل كل الحمامات. ولك الله لا يوفقك يا أبو عبدو، ولك الله لا يوفقك يا أبو عبدو، ولك الله يحرق قلبكم مثل ما حرقت قلبي. إلهي خلص يا أمو خلص، أنا بنزلها من على الأسكي ولا قال لك نزلها أنا وموفقة مو موفقة أهني؟ ما بنقدر ننزلها يا أمو. شو عامل ربي أنا؟ شو عامل ربي لهيك عم بساوي فيه؟ يا عالي
كيف شو بعمل؟ يا علي يا علي لازم ما ترقصي، خاف تطرحي. قومي لازم تسطحي، قومي. لك وحرسة بلا مصري. لا خلص أنا بستأذن لك ياها، قومي معي قومي. ردوا معي أوه يسعد مساكي يا فلة أنيسي، أوه يلي قطفتك من البستان على كيسي، أوه قدر الله وجلستي مجاليسي، أوه اكتب كتابك وحط النقد من كيسي، أوه يا بني يا بني، أوه ويا أسوارة بإيدي، أوه كل الأساور طقوا، أوه وانت الباقي لي، قصي أبو يلا قصي. ايه بس شو بكون كلكم مثل الميتين؟ وفي أختي ربطي لي هالمنديل على خصري، خليني فرجون كيف بيكون الرقص. هاتي هاتي أختي، يلا يلا خبريني يلا. عبدو وقف العرس ونزل البلد وخليه يتغير اوعيا. يلا ليش ما نوقف العرس يا رجال؟ عم قلك وقف العرس يعني وقف العرس. ومرت اخوك اللي جاي تاخذ البنت شو بدنا نقول لها؟ ليلى مالك عنا عروس وقلعيا. يا رجال احكي لي اذا صاير شي مشان الله احكي. انت ساوي مثل ما عم قلك وبس. امرك امرك يا رجال. يو هي قالت لي؟ اي والله يو. يو لي على امتي لازم احكي معها. عمتي قومي معي شوي. وين 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 ام وضاح؟ هي عروسة ابني يا بعدي، وانا وامها مننزلها من على الاسكي، انت خليكي مرتاحة. صبحية بعدي من وشي احسن لك. ها خير شوفي شوفي. ام عبدو قولي لام وضاح تروح تقعد محلها، هي عروسة ابني وانا بنزلها من على الاسكي. انت ما الك عنا عروس. نعم 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 نعم. شلون يعني مالي عنكن عروس؟ مثل ما سمعتي تقبريني ولا طرشاني ما عم تسمعي؟ لا تنسي انه ابني كتب كتابه عليها، يعني بيقدر ياخدها غصما عن الكبير والصغير والمقندق بالسرير. صبحية لفية احسن لك، قلبي معبى منك. ها لا يا مرتخي ما بيصير هيك، شو القصة؟ ام عبدو اسمعي، انا ما كنت بدي نزلها لرويدة، كان في كلمتين بدي احكيهم بيني وبينها. وشو هالكلمتين يا مو؟ اطلعي لبرا وليه؟ اطلعي من بيتي يلا. لا لا يا ام عبدو ما بصير هيك. لا بصير تقبريني، واخوك ابو عبدو هو هيك بده اخي. يو ماشي الحال انا بورجيكو. روحي حبيبتي درب اللي سد ما يرد، الله لا يردك الهي. والله لسففك التراب والله. يا مو شوفي سالي هالحناين خليهن يحكولك عن الطبخة اللي طابخينا. لك يا مو هلا مين جاب سيرة الأكل والطبخ؟ امشي وليه؟ امشي قدامي. أم وضاح تقبري قلبي، نزلي لي هالعروس من الأسكي نزليها. يب وين رايحين يا جماعة؟ اي والله والله ما حدا بيطلع منكم من هون إلا تاكلوا وتشربوا، وبعد ما نخلص كلياتنا بدنا نروح لبيت أم نصري. إن شاء الله ألف مبروك. ما قلت لي خليكي مع رب العالمين وربي بعدي اسمه ما رح ينساكي. الحمد لله الحمد لله يا رب. يوه الناس بتبارك للي بيتجوزوا مو للي بيتطلقوا. يلا قومي خلينا نروح على عرس نصري نغير جو شوي. روحوا لحالكم وخذوا معكم عليا. يلا قومي 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 خلوني قاعده لحالي مبسوطه مبسوطه مبسوطه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قومي قومي يلا قومي. الحمد لله الحمد لله يا رب. ما طلع ابو لطفي من عندي وقلت له خلي ام صفوان تنزل العروس، شفت عربيه طويله عريضه وقفت قدام باب المجال، واذ سالم بيك جاي لعندي. اهلين سالم بيك. اهلين وسهلين بهالقلب وبهالعين. الله يطول عمرك. نورتنا والله. شكرا يا ميت. اهلين طمني عنك كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. صباح يا بيك. عمرك يا بيك كيف شغلك؟
ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله يا ميت اهلا وسهلا، زارتنا البركه والله. شرف سالم بيك. الله يبارك فيك. مرني سالم بيك. يا سيدي انا بستعجل. خير. هذا صفوان ابن اخوك. صفوان خير شبهه؟ من مده اجى لعندي وخطب بنت اختي وكتب كتابه عليها، ومن وقتها غطوا ما عاد بين. البنت يتيمه وما لها حدا، انا ولي امرها. نحنا ما بيضحك علينا يا ابو عبده، ترى اللي بيدسنا على طرف مناخد روحه. هلا صفوان خاطب بنت اختك؟ ليش ما عندها خبر بهالقصة؟ لا والله، بس يعني طبعا يعني احنا حصلنا شرف يا بيك. الله يزيدك شرف. بقى اللي بدي اياه منك تقول لاخوك وابنه يعملوا حسابهم يجي يوم الخميس الجاي ياخذوا البنت، واذا غيروا رايهم يحضروا لي 250 ذهب عصم اللي هي. اوف 250 ذهب عصم اللي هي؟ ايه، لانه المهر اللي اتفقنا عليه 500 ذهب، وطالما ما تجوزوا بيطلع لها نص المبلغ. البنت يتيمه، انا ما بدي فرط لها بحقها. خلص يا بيك، انت اترك الموضوع علي وانا بتصرف. اي بعت له حمى الهي، ايش مفكر بنات الناس لعبه؟ ايه اخي وشو صار بعدين؟ البيك حمل حاله وراح، وانا بعت رجلي نادي العمو ابو صفوان وصفوان، ولما اجوا صار صفوان بده ينكر. ام اتصفقته كف، خليت الشرار يطلع منه. ايه وطالما انك خاطب بنت اخته للبيك وحاطط له مؤخر 500 ذهبه، ليش ما حكيت؟ ليش خليتنا نخطب لك بنت عمك ونتحمل خطيتها؟ يا بيبي هي امي كان بدها هيك، قال حتى ما حدا غيرنا يخطبها. أمّا ولك الله يعدم لي اياك انت وامك، ولك بهدلتوني وسودتوا عيشتي، وبعدين معكم بعدين طلّاه. مين صبحيه؟ ولك شو بدي بصبحيه انا؟ عم قلّك طلّاه. مين من بيناتهم؟ مين بيناتهم يعني؟ رويدة. لك اخي والله هيك ما بيصير، يعني لولا هالمشكله كنا هلا عم نزفها. طيب انت معك 250 اصمليه ذهب تعطيهم للبيك نص مهر بنت اخته؟ انا من اللي حصرة؟ إذا كان يقول ابنك يطلقها. طلقها؟ بس انه لك شو بس ما بس؟ بعد ما تطلق بس بس على كيفك. خلص طلقها ابني، طلقها. رويدة طالب. ايوه منيح اللي رضي يطلقها وما عذبك. لك شو يعذبني؟ قال يعذبني قال. إيه علي الجيري بمسع رقبته بحسب الله ما خلقه. يلا اختي، يلا قوم روح لعند ابن نصري، خطيه بتلاقيها حلوه منكم. الله يستفل فيك يا صبحية يا بنت الدومري. يو تضربوا انتو بنتكن، اللي بصح له يتجوز بنت البكوات ما بيطلع فيكن وبناتكن. لك انا اتقلع قدام كل نسوان الحارة انا؟ لك يا عشر اني يا فلتانة يا بنت الكلب، قلت لي ضربك يا مو؟ يا الهي الهي تنشل ايديه، الهي وانت جاهي يا رب، محجوب ابن حفيظة تنكسر ايده، الهي وانت جاهي. لك هلا شو هالشغلة؟ عمو ضربه كف، شو صار؟ لك ما عاش وما خلق لسه اللي بده يضرب ابني. هلا كل هذا الشيء مشان كف؟ اي والله كنت فكرته اكله شيء قتله مرتبة، مثل هديك القتلة اللي اكلتها امي من عمتي هديك المرة. ولك انا 100 مرة قلت لك، انت لا تحكي بنوب. ولك لا تحكي بنوب، ولك مين قال لك تحكي؟ ولك مين قال لك تحكي؟ اتركيها يا حرمة اتركيها. لك تحكي؟ وانت عن حق كاتب كتابك على بنت اخته لسالم بيك؟ والعرس الخميس الجاي؟ ايه يا عمو. اين اعوى ويشربوا ميتها لرويدة خانهم. زكية! نعم يا عمو. حطي ملايتك عليكي. ليش لوين بدنا نروح؟ على الجنة، روحي حطي ملايتك عليكي. لوين بدك تاخذي البنت وتروحي بهالليل؟ بتعرفي انه نصري ما عاد يحق انه يتجوز مره ثانيه فوق هيك؟ ليش بقى؟ لان على اربع نسوان. قتلك الهنا. ان شاء الله بيسلموا الايدين، يلا يا صبايا شبكوا ورجونا بضمكم، يلا قوموا على اسمعوا يا جماعه، ابني صفوان خطب بنت اخته لسالم بيك، يعني بنت بكوات،
والعرس الخميس الجاي، وكلياتكم معزومين على العرس. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم وعقبال اولادكم ما ياخذوا بنات بكوات مثل ابني صفوان. يو معقوله؟ شو هالجنان؟ قال بنت اخته للبيك، انو بيك بده يعطيهم بنت اخته؟ هي عم تشاكر ام عبده وتغيظه. يلا دقوا دقوا، قومي رقصي زكية، قومي رقصي زكية.